بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، أهلا بكم في واحد من الناس. كالعادة حبدأ بردود الأفعال. بالنسبة لحالة سارة اللي ظهرت معنا الحلقة اللي فاتت وكانت محتاجة جراحة زراعة قوقعة بمبلغ 120,000 جنيه، في فاعلي خير تبرعوا لها ب 10,000 جنيه. أما الحاجة سعدية بيعة المناديل اللي ظهرت معنا الحلقة اللي فاتت، في فنان شهير قرر أن يتبنى علاجها وتخصيص مبلغ مالي شهري ثابت لها. أما الطفلة ياسمين محي اللي كانت مصابة بتشوهات خلقية في الجمجمة ومحتاجة لجراحة في لبنان بتكلفة 100,000 جنيه، الحمد لله ياسمين سافرت الأسبوع ده وإن شاء الله نصورها أول ما ترجع بالسلامة. وبالنسبة لحالة الدكتور طارق محمد نجيب الأستاذ في كلية الطب جامعة طنطا المصاب بسرطان الجلد واللي كان محتاج زرع نخاع في إيطاليا بتكلفة 1,000,000 جنيه، تكفلت منهم وزارة التعليم العالي بمبلغ 200,000 جنيه، كان باقي تقريبا 800,000 جنيه. الحقيقة بعد عرض الحلقة يوم 27 مايو الماضي الدكتور طارق الحمد لله زمايله جمعوا له مبلغ 405,000 جنيه، وفي ناس من خلال البرنامج قدموا له 15,000 جنيه، وبكده المبلغ اللي موجود 618,000 جنيه وباقي 400,000 جنيه، ورقم الحساب معروض دلوقتي على الشاشة. كمان اتصل بي الدكتور هشام علي مدير مستشفى دار العيون وأعلن أنه حيتبنى عمل جميع جراحات العيون ما عدا زرع القرنية للمرضى من مشاهدي البرنامج غير قادرين، وحيتم تحويلهم بخطابات من البرنامج. كمان اتصل بي العقيد جمال شعيب رئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية للخدمات وأعلن استعداد الشركة لتقديم وظائف أمن وعمال نظافة وعمال بوفيه من المؤهلات المتوسطة أو بدون مؤهلات، واللي يحب يتقدم يبعت جواب على قناة دريم وإحنا بنأكد أن ترشيح الأسماء للوظائف بيتم بناء على المؤهل والسن حسب مواصفات كل شركة وطبيعة الوظائف المقدمة. كمان البرنامج عمل اتفاق مع جمعية ويانا وهي جمعية متخصصة في رعاية ودمج المعاقين في المجتمع، اتفقنا معهم على توفير 2500 فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، منها 2000 وظيفة لأصحاب الإعاقة السمعية و200 وظيفة لأصحاب الإعاقة الحركية و100 وظيفة لأصحاب الإعاقة البصرية و100 وظيفة لأصحاب الإعاقة الذهنية. واللي محتاج الوظيفة يبعت لنا بياناته ومؤهلاته على إيميل البرنامج أو على قناة دريم بالدقي، لكن المتقدم للوظيفة هيخضع في البداية لمقابلة شخصية هيتحدد على أساسها استلامه للعمل أو خضوعه لفترة التدريب. بالنسبة للفائزين بشقق المرشدي عن شهر إبريل ومايو، النهاردة هنشوفهم وهما بيستلموا الأجهزة المقدمة من شركة جي أم سي. تعالوا نشوف. الحمد لله على الحاجة دي. طبعا مفيدة في كل حاجة، يعني كل حاجة وليها، يعني الغسالة طبعا مفيدة، يعني لازميني البوتاجاز، لازمني طبعا كله لازمني الحمد لله، يعني بحمد ربنا والله الحمد لله. الواحد يعني تقريبا أول مرة يكسب حاجة يعني والحمد لله على كل شيء. يعني وأنا لغاية دلوقتي الصراحة أنا مش مصدق أن أطلب الحاجة دي، ولا مصدق كمان يعني أنني هاخد الشقة لغاية دلوقتي والله. نفسي الصراحة أنني أمسك كل العالم ده بص صدقني والله، لأن أساسا المراكب مش متأكد، وحلم يعني أتمنى أن هو يتحقق. بعد ما خدت الشقة والمعلومات اللي حصلت دي يعني صراحة يعني حسيت بأن أنا يعني كل السعادة بصراحة، يعني الحمد لله ربنا يبارك فيكم. يعني أنا حاسة بفرحة والله من ساعة ما خدنا الشقة وإحنا فرحانين، ربنا يسترها معايا يا رب بحاجة هنا بخلي عيالي. وفرحت أكتر لما أنا جيت أخد الحاجة دي عشان خاطر بنتي، مش قادرة أجيب لها بصراحة.
حاجة تفرح بإذن الله. إن شاء الله ما شاء الله صلاة النبي يعني حاجة كويسة بإذن الله. فرحان بإذن الله. حد طيب الحمد لله رب العالمين. نشكر الله ألف 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 مرة. الواحد حاسب تغيير جامد يعني في أمان، حاسب أمان، حاسب إن الأمل جدد. شيء كويس الحمد لله. بنشكر طبعا حضراتكم والاستاذ عمرو الديسي وبرنامج واحد من الناس، لان هم فعلا كلامهم طلع فعلا صدق وحقيقي، ما طلعش مجرد دعايه. احنا كنا فاكرين ان ده مجرد دعايه، لكن فعلا الحمد لله. الحمد لله جايزه جميله ومبسوط جدا ان انا كان لي نصيب فيها. يعني الحاجات دي عشان البنتي، يعني انا معايا خمس بنات وولدين، عشان البنتي بالبنات. مبروك للفائزين. الحقيقة الأسبوع ده جات لي مجموعة شكاوي من أهالي منطقة بيجام بحي شبرا الخيمة في محافظة الأليوبية عن مكان كان مفروض أنه وحدة صحية استأجرتها وزارة الصحة من الأوقاف، وبدل ما تعالج المرضى أصبحت مشكلة أمنية للأهالي بعد زلزال سنة 92 صدر لها قرار إزالة، وعينت وزارة الصحة غفير على الأرض، وبعد توقف راتبه أجرها جراج لسيارات النقل والكرو، والمكان تحول إلى مقلب قمامة ومأوى للخارجين على القانون ومتعاطي المخدرات، وجنبها مدرسة عمر مكرم الابتدائية تحولت إلى مكان للحمير. الناس هناك عايزين تدخل لإخلاء المكان وإعادة افتتاح الوحدة الصحية. تعالوا نشوف إيه اللي بيحصل هناك. مركز طب جام كان طالع له قرار ازاله من سنه 90 في الزلزال، فصدر قرار ازاله وشركه وزاره الصحه رفعت عملت مواصله لست على شركه الشرباجي بمليون و200 الف جنيه. فاحنا طالبنا المركز ده يتعمل مستشفى مركزي يخدم اهالي من طي ومتنامه ومتحالفه، لان مش عندنا مستشفى في الرحيمه. فالمهم شركه الشرباجي خدت المعطى وخدت 200 الف جنيه من مليون و200 الف. فجي بعد ما هدت حصل ايه زي ارتفاع في اسعار الحديد والاسمنت، فشركه الشرباجي في ميعاد للاستلام فخافت من شرط الجزائي، فطلبت من وزاره الصحه الفرق السعر ما رضيش يدوها، فرفعت قضيه على وزاره الصحه. وعشان ايه ما تقولهاش ما طلبش شرط جزائي. المركز الطبي دوت لما ابتدى حضرتك الاداره الصحيه بشبرا الخيمه عينت غفير هنا بعقد وليه مرتب ثابت، للاسف الشديد الغفير ما ياخدش مرتبه، فخدوا بتاع الملاك انك ياخد المرتب منه ويقول له اتصرف انت واجر الجرج بتاعك ده. جه اجر جرش لحسابه بدل ما ياخد المرتب بتاعهم هناك، ونقلوا مركز طبي بجام، نقلوه بجامع السلام. جامع السلام دور واحد، ما كل شغلته تطعيمات وايه وتابعه الحمام بس. الصحه دي لما كانت مبنيه كانت امان لنا كلنا، لاي عيل يتعور نجري بيه. من ساعه ما تهدد الحته دي لمؤاخذه عباره عن خرابه وموقف حمير، والعربجيه بتقف بالليل، والشباب الوحشه بتقعد على العربيات وتشرب حاجات. انا معايا بنات بخاف اخليهم يعدوا من هنا بالليل، والشارع ده اصلا مركز رئيسي للمنطقه دي كلها، ملناش مع مره اللي هو الشارع ده بس. احنا مش عارفين نعمل ايه في المستشفى، ومش عارفين نعمل ايه في الطريق، ومش عارفين نعمل ايه، وعايزين واحده صحيه. اساسا هنا احنا هنا 4000 نسمه، 4 مليون نسمه في شبرا الخيمه، مفيش واحده صحيه زي الناس. اي حاجه بتحصل لا نجري على الساحل، لا نجري على مستشفى معهد ناصر، مفيش حد يحمل كده هنا، ولا في مطافي ولا في اي حاجه هنا عندنا في شبرا الخيمه، مفيش خدمات خالص هنا عندنا في شبرا الخيمه. مفيش واحده صحيه تعدت، وفي ناس وضعت يدها على الارض وحولتها حضرتك لجراج وعربة خانه، وبدل ما تكون هي وحده صحيه تعالج الناس بقت سبب الامراض للناس. والمدرسه حضرتك ايه في ظهر المدرسه في سوريا حمير، ويعني خرابه وزباله باستمرار، طريق غير مرصوف طبعا، كل ده بتعاني منه اطفال المدرسه. لحد النهارده انا ما شفتش مسؤول نزل بجام. الوحده الصحيه اللي احنا فيها دلوقتي اللي الجامع بتاعها على يميني دي دلوقتي واقف فيها حمير جوه المسجد. انا في مصر، انا في مصر في شبرا الخيمه. لو في فلسطين هقول اليهود حاطه حمير جوه الجامع، لكن انا في شبرا الخيمه في مصر وحمير جوه الجامع، يعني ما فيش كلام اقدر اقوله اكتر من كده. المستشفى دي اتهدد وهدوها وسابوها على كده. الدخل بتاعها اللي هم بيتعمل